السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدناكم بالأمس، يعني حكينا أنه راح نطلع اليوم إن شاء الله نتكلم في موضوع أعتقد أنه هذا الموضوع مهم جدا في الفترة الحالية، خصوصا أنه نحن بدأنا عام جديد اللي هو 2021. فإذا حبينا نصدق هالكذبة أنه في عام انتهى وعام جديد، خلينا نصدقها. وشغلة حلوة أنه تحط لحالك بداية أنه خلص اعتبارا من اليوم دخلنا سنة جديدة، إن شاء الله كل شيء راح يكون أفضل، راح أحط أهداف لحالي. مين اللي لازم يحضر الفيديو ومين اللي مش ضروري يحضر الفيديو؟ فأنا بوفر عليك إنك تسكر. كل إنسان عم بيحاول يحط هدف، وكل مرة بيبدأ يشتغل، ينزل وزنه، يترك الدخان، يتعلم، يحفظ القرآن، يبدأ نشاط رياضي معين، يسافر، أي خطة أو أي هدف في الحياة. أو للناس اللي عندها أولاد والأولاد عندهم دراسة وامتحانات، والولد دائما متأخر ودائما بحط بلانز وخطط إنه بدي أدرس وبدي أخلص، خصوصا للطلاب اللي عندهم شهادات زي شهادة التاسع اللي بيسموها بروفي في بعض الدول، وشهادة البكالوريات أو البكالوريا أو التوجيهي أو الثانوية. فكيف نحن نستفيد وكمان نحن نفيد أولادنا عشان نعرف ليش نحن بنبدأ نشتغل؟ ما كل الناس عارفة شو بدها، يعني نقعد نضحك على بعض، علمني كيف أضع خططي في الحياة. هو هي خططي أنا؟ خططك أنت. علمني كيف تضع خططنا في الحياة. يعني أنت مش عارف إيش ناقصك؟ هاي مصيبة تانية، هذا مشكلة تانية. بس اللي وزنه زيادة عارف أنه لازم ينزل وزنه، واللي بيدخن عارف أنه لازم يترك الدخان، أو على الأقل أنا هيك بفترض أنه عارف أنه لازم يترك الدخان. واللي عنده امتحان عارف أنه لازم يكون عنده امتحان. واللي نفسه يخلص ماجستير أو دكتوراه أو حتى جامعة عارف أنه لازم يخلص. لكن شو اللي بيخلينا ما نكمل؟ ببدأ وبعدين انسى، موضوع طويل وصعب. مبدئيا اليوم بدنا نحكي بكلام علمي، أنا مش طالع أدردش ولا طالع أغني، أنا راح أحكي بكلام علمي، راح أعطيك شغلات علمية، راح أعطيك مصطلحات علمية لأشياء نفسية تحدث في نفسك. إذا قدرت أنك أنت تغيرها، تأكد تماماً أنه في أمور كثير بدها تتغير في حياتك. اليوم راح نحكي كمان رياضيات، راح نحكي شوية رياضيات، راح نعطي شوية معادلات تحفظوها، راح تساعدكم كثير في حياتكم. الفيديو هذا مهم، وبجوز يكون نصيب إنسان أنه في 2021 اليوم يحضر هذا الفيديو. أتمنى وأدعو الله أنه يكون إن شاء الله فيه فائدة. خلينا ننطلق في موضوعنا مباشرة. لماذا لا نكمل؟ أحد الشباب المتحمسين كان عامل دورة، والدورة هاي فيها ناس بدها تشترك لمدة 30 يوم حتى تتغير في شيء معين، يعني دورة أونلاين أو المهم. هذا الشاب لاحظ شغله، هو شاب، أنا دائما بحكي عنه شاب، هو صغير بالسن، لاحظ أنه معظم الناس اللي انسحبت، لأنه في ناس بتنسحب، انسحبت في أي يوم؟ كانت الدورة 30 يوم، معظم الناس انسحبت في أي يوم؟ في اليوم الثاني، وليس 15 وليس 20 وليس 29، في اليوم الثاني. وهنا استنتج هو، وهي شغلة أنا استنتجتها كمان من خلال تجاربي مع الناس، معظم الناس تنسحب في بداية الطريق. يعني مثلا أنا بدي أروح على النادي، بروح على النادي بس يومين الثالث، يعني إذا رحت الثالث كثير منيح. لماذا؟ لأننا نفشل قبل أن نبدأ، لأننا نسعى للكمال، للمثالية. لذلك خلينا نبدأ ونشوف لوحة الوعي، لأنه أنا دائما بحب أعطي رسومات توضيحية، وبرجع بحكي رجاء إذا أنت راحت عليك علم لأولادك، علم هاي الشغلة لأولادك، خصوصا الأولاد اللي عم بتضايقوا اليوم في امتحانات ودراسة أونلاين. خلينا نشوف كيف ممكن الإنسان يعتمد على حاله ويخطط لنفسه ويتابع. بسم الله. طيب عن وضع الأهداف، لنفترض أنه أنت عندك أهداف ونحن في 2021. أول شيء بدنا نركز عليه، هاي شغلة بدك تغيرها في معتقداتك. احفظ لي هاي الكلمة، الكمال عدو الإكمال، الكمال عدو الإكمال. وكمان بيقولوا شغلة تانية، بيقولوا الكمال مهلك الرجال. احنا مش قاعدين نغني أغاني كرتون. أصعب شغلة في الدنيا السعي إلى المثالية. المثالية عندما أسأل الناس، إذا أردت منك، وأنا سؤال لك اليوم، اسمعني اسمعني كثير منيح، لو سألتك انظر إلى المثالية، إلى أين ستشيح بنظرك؟
لو طلبت من واحد قلت له انظر أين المثالية، مباشرة الناس اللي بحكي معها خصوصا في الاستشارات بيقول لي المثالية، برفع رأسه لفوق، وهي الغلطة الكبيرة. المثالية نزل رأسك لتحت، هي أسوأ نقطة ممكن تبحث عنها في حياتك، هي النقطة الأكثر تدميرا وتحطيما في الحياة. أولا من جانب وشق ديني، فأنت تنافس الله في صفة من صفاته، فالكمال لله وحده والله لا ينافس، هذا واحد. اثنين، طبيعة خلقك أنت ناقص، أنت ناقص طبيعة خلقك، لا يمكن تكون عندك القدرة أنك تعمل كل شيء لفترة طويلة، كل شيء كامل. ثالثا، أي شيء بدك تعمله في الحياة لن يعتمد عليك وحدك، سيعتمد على الآخرين. لذلك الناس التي تسعى للمثالية متعبة لنفسها ومتعبة لمن حولها. لذلك أول شغلة تدمر وتخلينا دائما لا نكمل مخططاتنا أننا نسعى للكمال، والسعي للكمال دائما جحيم. أنا بدي أحكي لكم على قصة صغيرة. الناس اللي بتروح على النوادي، بتروح على نادي رياضة وبتلعب رياضة، مرات يعني أنا بروح على النادي كمان، بحكي مع هدول الشباب فبحكي له ليش أنت يعني ليش أنت هون في النادي، فبحكي لي نفسي أصير زي فلان أو علان، هدول كلياتهم أبطال. بحكي له هل تعلم كيف عايش هذا الإنسان؟ هو قاعد بتطلع على شيء معين وبده يوصل للكمال، لذلك لا يتابع، لأنه هو مش عارف أنه البطل الفلاني اللي عضلات وما عضلات هذا عايش نظام حياة من الألف إلى الياء يخدم هذه القصة. ولذلك عندما يسعى هذا الشاب وهو في النادي أنه يوصل لهالمرحلة، مباشرة يصير معاه إحباط. ليش أنا عم بلعب رياضة 4-5 ساعات؟ الموضوع ليس رياضة، هؤلاء الناس بياخذوا مكملات غذائية وعليهم نظام غذائي معين وبيناموا ساعات معينة، وفي بعضهم يمكن بيتجاوز وبياخذوا هرمون جروث هرمون وبياخذوا ستيرويدز وشغلات تانية. لذلك أول شغلة بتشيلها من راسك وعلموا أولادكم، شيل لي فكرة 100%، بدي إياك تجيب 100% في كل المواد، لا تدمروا أولادكم، لا تحطموهم. السعي للكمال، لأنه ممكن الولد يجيب لك 100%، بس بتعرف شو؟ يصبح الولد عبارة عن آلة. مرات بتشوف الأوائل على المش عارف إيش، تجي بتقول له أهلين عمو كيفك، شاب عمره 18 سنة، أنت الأول على العالم؟ آه نعم أنا الأول. ما بيعرف يفتح معك موضوع، ما بيعرف يناقشك في شيء، لأنه أنهى حياته بالكامل للتركيز في هدف واحد، سعيا منه للوصول إلى ما يسمى المثالية. ومن ثم بيعانوا فيما بعد من مشاكل كثيرة في الاندماج في الحياة، في النجاح في الحياة. كثير من أصدقائنا اللي ما كان لهم مستوى علمي متميز جدا الآن رجال أعمال وناجحين في الحياة، لأنه مش ضروري تطلع الأول على الصف والأول على المدرسة والأول على المحافظة والأول على الكلية والأول على العالم عشان ترضي طموح امك ولا ابوك اللي فشلوا انهم يعملوا هالموضوع، فنحن بدنا نعوض فيهم ونقعد بين الناس نحط رجل على رجل. انا ابني ما شاء الله الاول على الصف، الاول على فشيلوا هذا الموضوع، لانه هذا محطم مدمر، والانسان بطبيعته ضعيف لا يستطيع ان يصل الى المثاليه. هي اول نقطه ممكن تدمر انسان يسعى الى الوصول الى تحقيق اهدافه. السعي الى الكمال هو عدو الإكمال، احفظوها، علقوها على دفتر، علقوها على صفحة، اكتبوها على كرتونة وحطوها في البيت. بدنا نحكي على نقطة ثانية بتخلي وضع الأهداف دائما يفشل في الإكمال، planning fallacy. إيش يعني؟ مغالطة التخطيط. أنا بدي أنزل 10 كيلو، قديش؟ بدي أنزل 10 كيلو خلال شهر، العب رياضة وما تاكلش وكذا. إيه قديش نزلت؟ 0.5 كيلو. هذا شو بيسموه؟ مغالطة التخطيط. هذا مصطلح كبير يستخدم في البزنس ويستخدم في وضع الاستراتيجيات ويستخدم في الشركات الكبيرة الضخمة، لكن أنا حبسط بأكبر شكل ممكن. راح أعطيك معادلة سهلة وبسيطة. عندما تضع لنفسك هدف وتحس بالإحباط إنه الهدف بعيد ومش قادر توصل، اعمل التالي. هاي المعادلة سهلة. الوقت ضرب 2، الهدف تقسيم 2. نرجع لمثالنا، خليني أقعد. أنا بدي أنزل 10 كيلو خلال شهر، بلشت أحس بالإحباط، أنا مش قاعد أنزل. طيب شو تعمل؟ الشهر هو الوقت، أضربه في 2، بدي أنزل 10 كيلو في شهرين. أو الهدف 10 كيلو، اقسمه على 2، بدي أنزل 5 كيلو في شهر. ليش بنعمل هالموضوع؟ هذا الموضوع له فائدة. أولا هذا
تقسيم الوقت أو إطالة الوقت وتقسيم الهدف بخلي أهدافي أكثر قابلية للوصول لها، وهذا بيزيد من ما يسمى الدافع الداخلي للإنجاز، يعني بيعطيني دفعة، بمعنى أنه أنا لما أجي أحكي لا 10 كيلو كثير، خليني أقسمها على 2. وعلى فكرة تقول لي طب ما هو لا أنا مستعجل وكذا، الإنجاز البسيط الدائم خير من الإنجاز الكبير المنقطع. بالعكس، وعلى فكرة اليابان بعد الحرب العالمية مباشرة وبعد قنبلة هيروشيما وناغازاكي والقنبلة النووية اللي محقت اليابان، طلبت مساعدات من أمريكا وطلبوا منهم أنه يبعثوا لهم خبير في الكواليتي كنترول، وهي عبارة عن أنه شغلات لها علاقة بالتصنيع وما تصنيع حتى يكون دائما المعايير عالية إلى الدرجة المقبولة. لكن هذا الرجل غير تفكير اليابان، واليابانيين اليوم متبنين هذه الفكرة. ما هي الفكرة؟ أنه يكون في تحسن صغير بشكل يومي، تحسن صغير بشكل يومي، مش ضروري تعمل معجزات، المهم أنك تحس أنك أنجزت. لما أجي أحكي لحالي لا أنا راح أنزل 5 كيلو في شهر وأنزلهم، هذا راح يعطيني دفعة. وراح نحكي كمان شوي أنه في علاقة ما بين الوقت والإنجاز، ليست خطية، خلينا لما نوصل لإلها. لذلك هاي المعادلة احفظوها، الطلاب اللي عم بدرسوا مش ضروري يا حبيبي يا روحي مش ضروري تخلص الكتاب اللغة العربية ولا الفيزياء وتحكي لحالك أنا لازم أخلصه خلال الأسبوع. طبعا إذا متأخر هذا موضوع مختلف، لكن مش ضروري تخلصه خلال أسبوع، مش ضروري تدرس 20 ساعة باليوم. قسم بشكل أنك أنت تخلي مثلا أنه هذا الكتاب ما بدي أخلصه بشهر أو بأسبوع، بدي أخلصه بأسبوعين، الوقت أنا عملت وقت زيادة، أو أنا بدي أخلص في أسبوع نصف الكتاب، وهذا بيعطي دفعة. جربوها مع الأولاد. أنا بعمل استشارات مرات مع طلاب سواء جامعات أو سواء حتى طلاب ثانوية عامة، هذا الموضوع كثير بجيب معهم، لأنه يا حرام بيحبطوا، بيفتح الكتاب وبتطلع عليه زي هيك الكتاب، من وين أبلش وين بدي أروح. وبنصح نصيحة للأهالي، احكوا لأولادكم لما بدي يدرس، أنا كنت أعمل هيك، فاللي حابب يسمع كلامي يعني هو حر، ما كنت أحط كل الكتاب قدامي. ما تحط كل الكتاب قدامك، لأنه هذا الشيء مفزع، بتصير تطلع أنه أوه عبال ما أخلص قصة طويلة. قسم الكتاب، مش تمزعه، بس ممكن تفصله من هذا، معلش افصله، بحيث أنك تعرف أنه هذا الجزء لإلي وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، وبالتالي بحس أني عم بمشي، بحس أني عم بنجز. مش أمسك كتاب 3000 صفحة وبعد شهر أنا قطعت 40 صفحة، أطلع أقول أنا 40 صفحة قاطع، إيش بدي أخلصه هذا الكتاب؟ هذا الموضوع بيحبط، والأولاد بيرموا الكتب وبصيروا يطلعوا على مباريات برشلونة وريال مدريد، وبصير يقول لك أنا ليش أدرس؟ طب ما ألعب كرة قدم، والله كرة القدم بتجيب فلوس أحسن. هو السبب أنه الخوف بسبب الحجم، الهدف كثير كبير والوقت قصير جداً. فهذه المعادلة ممكن تساعد كثير، خصوصا للناس اللي عندها أهداف وعم تبلش معنا في 2021. المقارنة بمن سبقوك، يا لطيف، هذه الجريمة الكبيرة اللي احنا بنعملها، الناس بتقارن نفسها بمن سبقها. لا تقارن نفسك بمن سبقك، ليش؟ لأن المقارنة ظالمة جدا، أنت تقارن واقع بنتيجة، وهذا الشيء خطأ. أنا ما بقدر أحكي أنا بدي أصير زي بيل جيتس، بدي أفتح شركة وتصير زي بيل جيتس، وبعد شهر أحكي لا ما هويني أنا وين بيل جيتس. أنت بتعرف قديش بيل جيتس اشتغل عبال ما وصل للي وصله؟ طيب أنت بتعرف الأوجاع اللي عنده؟ أنت بتعرف كيف عايش؟ أنت بتعرف شو عنده مشاكل أخرى؟ المقارنة دائما ظالمة. مش غلط يكون عندنا قدوة، لكن هذه القدوة بناخذ منها شيء واحد فقط، معتقداتها للنجاح. ليش نجح؟ ماذا كان يعتقد حتى نجح؟ هل مثلا بيل جيتس كان يعتقد إنه الحياة فرص وهي فرصة واحدة إذا راحت عليك؟ لا، مستحيل، لأنه هذا الرجل كان دائما يدور. هلا بيحكوا لي ليش بتجيب سيرة بيل جيتس؟ أكيد ده العلاقة مبينة بينك وبين بيل جيتس. طيب على كل أحوال، أي شخص ناجح في الدنيا، أي شخص ناجح في الدنيا لازم تفهم، اليوم إذا بتطلع على ديننا مثلا الدين الإسلامي اللي انتشروا عنا 1.6 وصلنا ل 1.6 مليار، طب هذا الدين بلش أو ابتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام لوحده، بصير تجي تقارن مثلا تقول أنا نفسي يكون عندي ناس وأتباع مثلا، يعني مقارنة ولو إنها غير منطقية أبدا، بس هي الفكرة
انه لم يصل الدين الى هذا الموضوع في يوم وليله، وهو لا قصه طويله 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 كثير. وبالتالي عندما تقارن انتبه المقارنة، لا تحكي له يا حبيبي شوف ابن عمك، شوف ابن عمك الدكتور، انت وين، انت وين ابن عمك يا عيني؟ انت بتعرفي ابن عمه وهو يدرس كان مغلب اهله قديش؟ بتعرفي قديش ابن عمه بجوز بكي في ليالي لانه كان حاسس انه هو overwhelmed كثير عنده دراسة؟ هذا بيحبط احباط. لا تقارنوا ابنائكم باقرانهم بمنافسينهم، لا تعملوا هذا الجو في البيت. قارن 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 قارن، أنت لا تعلم ما يحدث هناك، ثم أنك تفشل الشخص، أنت بتفشلني. أنا قاعد بتطلع عليه أهو أنا وين، وهذه طبعا مشكلة عند العالم، أنا وين وأوصل لفلان؟ ما هو فلان بدأ بفكرة والفكرة صبر عليها وكان في مشقات وكان في تعب. فلا تقارن نفسك بالآخرين، فقط خلي عندك قدوة. التركيز ليس من الضروري أن تنجح في كل شيء. أكبر مشكلة في الناس إنه مرات بتحط أكثر من هدف في نفس الوقت وبدها توصله. ليش يا أخوي؟ ليش؟ 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 الدنيا مش طايرة على مهلك، مش ضروري تكون كويس في كل شيء، شيل هالفكرة من راسك. بالعكس، أنت لازم تحط شغلة اسمها الأولويات. وبالتالي أنا مش ضروري أترك الدخان وأنزل وزني وأنجح وأصلي وأصوم شوي شوي. اهدى اهدى شوي 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 شوي. القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وإذا أردت أن تركز فعليك أن تضع جدول لأولوياتك. في أولويات، عليك أن تركز في أولوياتك. وأنا بحكي للأولاد، الأطفال دائما بيكون عندهم ميل في الدراسة لمادة معينة. هذه المواد اللي هم شاطرين فيها، واللي هو أنا بدي أدرس طب، طب ما هو أنا بدي أدرس طب لازم أكون شاطر في البيولوجي في الأحياء، ولازم أكون شاطر في الكيمياء، ولازم أكون شاطر في المواد العلمية، وبالتالي بركز عليها أكثر وبحاول أني أكون فيها توب. طب باقي المواد ما أركز عليها؟ لا، أقبل بالشيء المتوسط المقبول. مش مطلوب مني أني أرسب، بس الشيء المتوسط المقبول. وبالتالي التركيز. ولا تضع 1000 هدف للسنة. الله يخليكم، بيجي بيقول لك قائمة أهدافي ل2021. يا أخوي خليها هدف، يا أخي جيب لنا هدف بس وما يطلعش تسلل، خليه بس هدف واحد. قائمة أهدافي إيش؟ أنت هداف أوروبا؟ هي هدف واحد، حط لي هدف واحد بس، هدف هدف بكفي، خصوصا إذا إلك فترة طويلة غير منجز. حط هدف واحد وركز عليه، أفضل ما تحط 1000 هدف وما تركز على أي شيء وتفشل كل الأهداف. نقطة بعدها، السعي أهم من النتيجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سبحان الله، أنا يعني كنت كل ما أقرأ هذه الآية أتوقف عندها وأقول لا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طب ليش ما يكون للإنسان نتائجه، وأن ليس للإنسان ما أنتج نتيجته؟ لا، لأنه ربنا عم بيعلمنا مبدأ كثير كبير في الحياة، السعي أهم من النتيجة. السعي أهم من النتيجة. بتعرفوا ليش؟ ما هي النتيجة التي يسعى إليها أي إنسان؟ الجنة. لن يدخل أحدكم الجنة إلا برحمة ربه. قال له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. طب شو مطلوب مني؟ السعى. وهذه أنت اعكسها في حياتك. مشكلة كبيرة في المعتقدات، في معتقدات بنسميها تدفع للأمام، وفي معتقدات بتسلب قوتنا بتاخدها. من المعتقدات اللي تسلب القوة إنه كلمة السعي دائما مرتبطة بالشقاء، وكلمة النتيجة بالفرح. إمتى بس هيك أتخرج وأخذ الشهادة وبعد ما يتخرج بأسبوع بتروح بتلاقيه مكتئب، أنا شو بدي أعمل في حياتي؟ مش لاقي شغل، مش عارف أعمل، مش عارف أساوي، وبيفقد اهتمامه. لا تسعى وراء نتائج، اسعى فقط، اسعى واسعى واسعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما في نتيجة في الحياة، ما في نتيجة، النتائج هاي ليست إلا مراحل. أنا حابب ألف كتاب، ألفت كتاب، مبروك يا دكتور، شاء الله يبارك فيك. طيب وبعد أسبوع بدي ألف كمان كتاب، وبعد أسبوع بدي ألف كمان كتاب، وهكذا. الفكرة فكرة أنه لا يستطيع الإنسان أن يصل يقول أنا والله خلص الحمد لله أنا وصلت للي بدي إياه، الحمد لله رب العالمين. ما بنفع. الحياة عاملة مثل الست البيت الشاطرة اللي كل يوم الصبح بتصبح بتقول شو بدنا نطبخ اليوم، ننزل الدجاج من الفريزر ولا نعمل مقلوبة ولا نعمل مش عارف ورق عنب، وكل يوم رح يضل مستمر الموضوع. هل هي رح تعمل أكل واحدة يجوا الناس يأكلوا يحكوا لها شكرا شكرا الله يسلم إيديك، لا هيك طبيخك الله يعطيك العافية، شكرا شكرا السلام عليكم، ولا تاني يوم في أكل وثالث يوم في أكل ورابع يوم في أكل. ما أجمل عاد لو كانت هي بتستمتع بالطبخ. هذا مثال بسيط،
بس خذها في حياتك. الاستمتاع بالسعي هو سر السعادة، ولا يوجد أفشل ولا أتعس ولا الأكثر كآبة من هؤلاء الذين يعني يظنون خطأ أن السعادة وصول. أخ بس لو يطلع لي مليون دولار، أخ بس لو نتخرج، أخ أوه اليوم اللي نخلص فيه. كلياتنا بنتذكر أيام المدرسة وبنترحم عليها، الله يرحم أيام المدرسة. كلياتنا بنتذكر أشياء كنا نعملها غصب عنا، لكن رغم أنه كنا نعملها غصب عنها الآن صارت ذكرى جميلة. لحظة اللي كنت تصحى فيها الصبح وتروح على المدرسة وبكون عليك امتحان والدنيا برد إذا كنت عايش في منطقة فيها برد، هاي الأيام الآن نذكرها ونقول يا ريتها ترجع. ليش؟ لأنه كان فيها سعي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فاللي مفكر حاله شجرة وواقف محله ما عم يعمل أي شيء لا يمكن يوصل لا سعادة ولا شيء. خليك مستني، الدنيا ماشية قدامك وعم تسبق. قياس التقدم بشكل موضوعي. كثير من الناس لما يجي يحط لحاله أهداف عنده مشكلة كثير كبيرة إنه بيقيس تقدمه بشكل غير موضوعي، بشكل عاطفي. بحكي لك شوف صار لي شهر رايح وجاي على النادي ولا في أي نتيجة. أنا حكيت لكم يا أخي أنا بنصح على ريحة الأكل، أنا عندي مشكلة جينات، هو وراثة، شو بدي أعمل، ربنا هيك خالقني. طبعا هاي جريمة. خلينا نعرف شو العلاقة ما بين التقدم وما بين الوقت. تقدم في شيء، العلاقة، في ناس بتفكر العلاقة مثل هذا الخط الأحمر، هاي بيسموه علاقة خطية، بمعنى كل ما يتقدم الوقت راح يزيد تقدمي، وهذا الشيء خطأ. لا، التقدم علاقة غير خطية. يعني ممكن تكون تقدم صار لك شهر عم تلعب رياضة وما في ولا كيلو نزل، بعدين فجأة ينزل، بعدين ترجع تثبت، وبعدين يرجع يرتفع، وهكذا. واضحة هاي الفكرة؟ هذه فكرة كثير مهمة. أعطيكم مثالين عشان تفهموا هاي المعادلة أو العلاقة ما بين التقدم وال... لما بكتب كتاب، أنا اليوم إن شاء الله نحن يعني على وشك إنه نحن نوقع إن شاء الله في 3 كتب حتنزل السنة هاي. لما بنكتب كتاب أصعب فترة وأطول فترة ما فيها أي إنجاز فترة البحث. أنت عم تعمل أبحاث وعم تدور على مراجع، وبطلع أنا ورق وبكتب على الورق نوتس، باخذ نوتس ونوتس ونوتس وبرجع وبراجع وبأصل للمراجع وبروح برجع للمرجع الأصلي، وبقعد يمكن 6-7 شهور ماني كاتب كلمة، هي عبارة عن قصاصات ورقية. لكن في شهر واحد يكتب الكتاب كامل، في شهر واحد يكتب الكتاب، 6 شهور بحث. زي بالضبط اللي ببني عمارة، لنفترض أنا بدي أبني عمارة 10 أدوار، ممكن تقعد 5 شهور وانت قاعد بتحفر في الأساس وبتضبط الأساس وبتحط العمدان وما يكون ولا دور لسه طلع، وفجأة خلال 2 شهر 10 أدوار يطلعوا. المهندسين بيعرفوا هالحكي كثير منيح. بمعنى لا تعتقد خطأ أنه أنت كل ما يتقدم الوقت لازم تكون في نتائج سريعة. لا، العلاقة ليست خطية، وبالعكس قمة النتائج وفوران النتائج يأتي بعد فترة معينة ليست في البداية. في البداية ما بتصير نتائج فورية. لذلك بنصحك تعمل حركة أو شغلة كثير حلوة إن شاء الله تفيدكم. جيب دفتر اسمه دفتر الإنجاز. أنا بالنسبة لي دفتر الإنجاز مثلا هو الدفتر اللي أنا بكتب عليه النوتس، بكتب نوتس وبحطها في هذا الدفتر. فلما بجي أنا بقعد بيني وبين حالي بقول الكتاب اللي أنا بدي أنزله وين وصلت فيه، بفتح الدفتر بشوف أني أنا لامن معلومات كثير وحاطط المراجع تبعتي وعامل الدراسة وعامل المقارنات وبالتالي بحس أني أنجزت رغم أنه لسه الكتاب مش موجود، ما كتبت لسه الكتاب. فلذلك يجب أن تكون واقعيا مع نفسك وأن تحكم بالمنطق وليس بالعاطفة. ما تقول لي أنا حاسس أنه إحنا ما عم نتقدم، لا أنت عم تتقدم بس النتائج ما راح تجيك فورية. ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما خلقهم مع العلم أنه ربنا كن فيكون، بس كلياتها هي عبارة عن رسائل. لا تستعجل في النتائج. آخر نقطة بدي أحكيها، مش كل هدف راح تحطه في حياتك ضروري يتحقق. مرات بتوصل لمرحلة بالمنطق وبمراجعة التقدم بتشوف أنه هذا الهدف ما كانش مناسب لإلك، والاعتراف بأنه هذا الهدف مش مناسب أبداً ما هو جبن ولا تراجع ولا كسل ولا فشل، بالعكس هو وعي، بس بشرط أنك الهدف اللي حطيته استفدت منه شيء. لما ما تطبق كل تجربة فاشلة تكون غير فاشلة في حالة واحدة فقط، عندما أكتشف من خلالها شيء جديد عن نفسي. أنا حبيت أعمل شيء معين واكتشفت أنه لا، هذا الشيء لا يناسبني،
هذا الشيء مش لإلي، وبالتالي صار عندي نوع من أنواع التنوير. أنا بتعرف شو بدي، أنا ما بدي هذا الشيء، أنا بدي هذا الشيء. ولذلك الفشل هو صديقنا، كن صديقي يا فشل. لذلك مش ضروري كل هدف نحطه نحققه، ومش ضروري كل هدف يكون مناسب لإلنا. أنا ما بحكي على أهداف تنزيل الوزن وترك الدخان، تحكي والله أنا اكتشفت من خلال تجربة ترك الدخان إنه الدخان مناسب لإلي، طبعا أكيد لا، بس بنحكي على أهداف أكبر، قد تكون على مستوى مشاريع، على مستوى فكرة معينة عم تطرحها عشان تعمل بزنس. فلذلك لا تهرب من الفشل، بالعكس الفشل معلم، ومعلم شاطر وجيد. الفشل أحسن من ألف دكتور حسن، وأصلا لولا فشل لما تعلمت. أنا أهم إشي في حياتي فشلي، هذا فشلي بدي أحط له شهادة، هي شهادة تكريم وتقدير، شكرا لكل حالة وكل فشل عمل. حتى نحن حكينا يمكن أكثر مرة، أنت بتروح على نادي رياضي بتلعب رياضة إلى أن تفشل العضلة، العضلة تفشل وهنا تكبر، لأن العضلة بس تتفكك ترجع تبني، وبتبني بشكل أكبر. لذلك seek for failure، دور على الفشل، بس مش تدور على الفشل تروح عشان تفشل، كثر التجارب عشان الفشل يعلمك أكثر وأكثر. هذا كل ما لدي لليوم، يعطيكم ألف عافية. في ضل شيء واحد بدي أحكيه، الضغط اللي صار علينا في التسجيل في مدرسة الحياة كان كبير كثير، وإحنا أوقفنا باب التسجيل، لكن مرة أخرى فتحنا مجال للتسجيل، لكن لمجموعة ستبدأ في شهر فبراير، لن يكون هناك تسجيل في شهر يناير. تستطيع من الآن أن تسجل للمجموعة القادمة في شهر يناير. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها، سيكون إن شاء الله في دورة تدريبية جديدة بعنوان صناعة القادة، أهدف من خلالها إعطاء معلومات كافية ووافية ومنح استشارات لأناس يريدون أن يصبحوا قادة. قائد هون كلمة كبيرة، مش معناها أني أكون قائد عسكري ولا قائد سياسي، إحنا عم نحكي على أنك تقود، على الأقل تقود نفسك باتجاه أهدافك، تقود من حولك باتجاه بر الأمان، تقود مشروع للوصول إلى النجاح وإلى البروفيتابيليتي، الفوائد اللي بتجيك من المشاريع. فهذا المشروع إن شاء الله القادم سنعلن عنه، وسنعلن على تفاصيله وما الذي سنأخذه وكيف ومحاوره ورابط التسجيل فيه، سنعلن عنه قريبا. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم، صلي سنة مش شايفكم، فأهلا وسهلا مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير، ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة. اهتموا بولادكم يا جماعة، الجيل الجاي خليهم يطلعوا عندهم علم، بلاش يمروا بتجاربنا، خليهم يفشلوا في شغلات أخرى عشان ينمو بشكل أكبر وأسرع، بس بلاش يوقعوا في نفس مشاكلنا. أعطي حتى تستمر، العطاء هو زي ما أنا كتبت يمكن من يومين، كلنا سيموت لكن الشخص اللي بيعطي هو الوحيد الذي لا يموت، حتى ربنا بيقول عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم أعطوا روحهم فداء لأوطانهم. السلام عليكم.